السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة أنا مركزة مع شركة التميز، والتميز عامل لي كتاب رياضة من 5 لـ7 سنين، أستاذ محمد صبرة. تعالوا نشوف الكتاب عامل إزاي ويا ترى جواه إيه. والكتاب ده يا جماعة تأسيس تقريبا KG2. تعالوا نفتح الكتاب ونشوف الكتاب الحجم اللذيذ ده جواه إيه وسعره كام. اول حاجة انا فتحت الفهرس من كتاب التميز، لقيت اول حاجة ان فيه الارقام من 1 لـ10، الصيغة اللفظية والعددية، جمع رقم ورقم، والاصغر والاكبر، الترتيب التصاعدي والتنازلي، الصيغة اللفظية وجمع رقمين، المقارنة بين عددين، الطرح بالعد من الاصغر للاكبر، استخدام خط الاعداد وجدول المئة، وكمان مراجعات شاملة ومربعات سحرية، والصيغة اللفظية والقيمة المكانية، وتحليل العدد، جمع رقمين، العدد المحصور، الصيغة اللفظية لحد رقم 40، وجمع رقمين او 3 ارقام، واقل منه واكبر منه، واكتب بنفس التسلسل والصيغة اللفظية، ومراجعات شاملة على كل ما سبق، وطرح من خلال القيمة المكانية والصيغة اللفظية لحد رقم 60. ومش هقرأ بقية الفهرس لانه كتير جدا، ولكن انا هثبت عليه الكاميرا الموبايل اهو عشان تشوفهم. وتعال نشوف من جوه بقى عمو التميز ده عامل لي ايه. هو اول حاجة بيراجع للارقام من 1 لـ10، جايب بتسلسل وضع دائرة حول الرقم الأصغر. وشوفوا يا جماعة، شوفوا حجم الكتاب أهو، اجمع ترتيبات التميز لحد رقم 8 واكتب بالصيغة اللفظية، وعمل لي تسلسل الأرقام وبيرجع من الأول أهو، وعامل لي اختبارات. ايه ده، ايه الكتاب الفخيم ده؟ كتاب حساب من الآخر، كتاب مميز جدا. ضع دائرة حول العدد الأكبر، اجمع، تعالوا بقى نجري شوية، اطرح مربعات خفية، وبعدين اكتب لغاية 21، هنا مربعات خفية تاني، واجمع رقمين ورقم، 1 وعشرات، القيمة المكانية والعددية، هنا اكتب العدد السابق واللاحق. الكتاب ده احنا بنهزر بقى. اجمع رقمين، اطرح رقمين، طبعا انا بجري يا جماعة كذا ورقة في بعضيهم. حل مسائل كلامية، اكتب بنفس التسلسل، اشترح مركزة ومربعات خفية ومسائل كلامية، اكبر واصغر، جمع عددين، شغل جامد. خلاص من الاخر، الصيغة العددية والصيغة اللفظية. الكتاب لاخر صفحة مليان تمارين. تعالوا نشوف عدد الورق بتاعه كام. عدده 243 ورقة لاخر صفحة. عامل لي شغل جامد وشغل فاخر من الاخر. كل ده تأسيس، وهو ينفع قوي على فكرة من اول الكي جي 1 عادي جدا، لان هو بادئ من او من 1 يعني بادئ من 1 اسفة بادئ من 1 تمام، فينفع جدا جدا لايه، ان هو يبدأ من البداية عادي جدا، ولكن طفل يكون واخد الارقام مخلصها والحروف مخلصها، يبدأ مع الكتاب ده يبقى فل في المنش. الكتاب عامل 105 جنيه، أستاذ محمد صبرة، الكتاب متميز جدا، عندنا توصيل لكل مكان وعندنا شحن لكل مكان. اصبروا علينا في رسائل الواتساب لان انا بتوه من كتر الرسائل. شكرا ليكم، تابعوني، وعايزة لايك وسبسكرايب وشير، وانا اسمي أميرة.